أخبار اليوم. هي اكتمال ل 25 يناير. يعني بتعتبرها الآن ثورة؟ ده رأيي، علشان احنا طبعا ما بندخلش جوه النوايا، لكن ده رأيي. نفس السؤال. لا معلش انا مش هجاوبك كده، لان انت كده بتفتش في نوايا. لا مش هيملي تفتيش في النوايا. عارف احنا اصبحنا امام محكمة التفتيش. لا انا ما اقصدش يعني خالص، احنا رجعنا لمحاكم التفتيش. انا قلت قبل كده ان هي كمالة ل 25 يناير.